يعني حضرتك يعني الناس بتتريق على اسمي ماشي، يعني كل يعني كل حد يعرف اسمي يقعد يقول لي ده اسم حرام، ده سهم ابليس، سهم الشياطين، سهم الليل، مش عارف ايه ده. ايه يعني حضرتك انا ليا ذنب ان هم سموني سهام يعني؟ سهام؟ اه ماله السهام يعني؟ جمع سهم. ايوه حضرتك كل ما حد يعرف اسمي يقعد يقول لي ده الاسم ده حرام. طب هو انا ده ذنبي الله ان هم يرحمه، سموني ده الله يرحمه الشافعي بيقول ايه: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. انا مش عارفه يعني اغير اسمي؟ طيب انا مش عارفه لا انت اعمل ايه. زعلانة ليه كده؟ ما لا عاجبه عاجبه، مش عاجبه. ما انا والله زعلانه ان هم سموني لا كده، كل ما حد يعرف كده يقعد يتريق عليا. طب لا انا مش لا لا، فاهمه ما تزعليش، لا فيهوش أي حاجة. على ده يعني ايام خلاص النبي، يعني. ده كان في عيلة يقول لك ابن عاص السهمي، السهمي. لا ما فيهاش حاجة يعني هو يعني، مش ده اسم عيلة، حرام، انا عيلة كنت زعلانه السهمي. زعلت من بابايا ومامتي بصراحه يعني لا سموني تزعلي كده. منهم ليه؟ وبعدين انا عايز اسألك سؤال، هي بالاسماء؟ لا مش بالأسماء والله، طب بس انا هديكي مفاجأة، صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. ايه رأيك في اسم عبد الله؟ لا جميل طبعا، أحب عظيم الأسماء إلى الله، طبعا. حديث حديث، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. تمام، تمام اتفقنا كده؟ يعني تمام كل اللي اسمه عبد الله هيروح الجنة؟ والله الله أعلم، مش عارفة كل واحد على حسب بقى. ده في واحد اسمه عبد الله وهيبقى في الدرك الأسفل من النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. آه اسمه عبد الله ابن أبي بن سلول، زعيم المنافقين. لا حول ولا السؤال، قوة إلا شفع بالله. له اسمه؟ لا طبعا، بس اهو. بس أنا زعلانة إن هم بيقعدوا يتنمروا عليا لا يعني. ما اصل يا اخت الكريمه، هو احنا يوم القيامه هنخش الجنه بالاسماء ولا بالافعال؟ لا بأفعالنا طبعا. طيب خلاص زعليش. طيب وبعدين هو اسم تمام له عيب ولا حرام ولا في نهي؟ يعني له عيب، واحده اسمها سهام، مش عيب، سهام جمع سهم. تمام. ربنا يكرمك يا شيخ رمضان، والله انا كنت زعلانه جدا والله، لا كل ما لا حد يعرف يقعد يتريق عليا انا كنت زعلانه والله. ما بيتريقوا على اسمي يعني، فيهاش حاجة. طيب عايزه اقول لحضرتك حاجه تانية، يعني دلوقتي انا بصلي الصلوات بتاعتي كلها والنوافل وقيام الليل وكده بالسور القصيره، وبقرا في قيام الليل مثلا من المصحف كده، صح ولا غلط ولا ما ينفعش؟ انت بتسألي عن انك تقرأي في قيام الليل في صلاة الليل من المصحف؟ اه جائز وحلال وما فيش اي مشكلة خالص، وحاجة كويسة. طيب والصلوات اللي هي الفرائض الصلوات بتاعتك العادية بتاعتك بتقرأي بما تيسر، الضحى، ألم نشرح، إنا أعطيناك الكوثر، إذا جاء نصر لا يعني والفتح، انا بصلي مثلا جزء عام كله اللي هي اللي انت السور حافظاه الصغيره كلها، ما فيش اي اه مشكلة. عشان السور الكبيره انا ساعات بتلخبط فيها، عشان كده بصلي من المصحف. لا لا لا، في قيام الليل ما فيش مشكلة انك طيب تصلي من واللي هي المصحف. بقى الفريضه ما بصليش من المصحف، النوافل دي برافو بصلي عليكي، من المصحف. الفريضة فاقرأوا ما تيسر من القرآن، من محفوظاتك اللي انت حافظاه اقري منه. طيب والنوافل ينفع اصلي من المصحف منها عشان ما اقعدش السور تاني يعني؟ ينفع. طيب ربنا يجازيك خير يا مبسوطة شيخ يا رمضان، سهام؟ ربنا يكرمك ربنا يا شيخ يبارك رمضان فيك يا والله، سهام، ربنا يخليك ويصلح يا رب حالك يا سهام، ودعيلي ودعيلي ويكبر بجد خاطرك ربنا يا سهام. يا شفت رب انا قلت سهام يخليك. كم مرة؟ ما فيهوش حاجة الاسم خالص يا والله سهام. يا شيخ رمضان والله انا كنت زعلانه جدا لا والله، لا لا، ابشري وكنت ابشري زعلانه يا من سهام، مامتي ربنا وبابا يرضى ان هم عنك. سموني كده، بس يلا الحمد لله. تفضل يا ستة، ربنا يكبر شكرا خاطرك. يا شيخ رمضان، ربنا السلام يخليك يا رب. عليكم. وعليكم السلام. اهو ده يا جماعة، يعني القرآن قال: ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب. وبعدين لا يسخر قوم من قوم، مش قال لنا كده في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بعدها قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. المجتمع دلوقتي بقى يسمي النوع ده التنمر، التنمر اللي هو احنا بمفهوم الشرع بنقول: يا جماعة السخرية حرام، الاستهزاء حرام.